فاطمه. شو بتعدي لجورج اليوم؟ كان عبالي اعرف ليه هيك صار فيه، ولازم كل انسان بهالبلد يتحمل مسؤولياته. شباب جامعات مدارس بعلي بيقطعوا الطريق بيروحوا مدرسه ما بيجوا على البيت، انه كثير هلل. ومطرح ما جورج صار معه الاكسيدون، في 4 اكسيدونات غيره، مات قبله 3، وجورج والاعلاميه اللي معه صاروا 5، ان شاء الله بس يوقفوا على 5، ما بدي اقول اكثر من هيك. تعزرتي من وزير الاشغال علي حميه، ولكن حملتي المسؤوليه للي كان مسؤول عن هيدا البلوك. لكون كثير صريحه وواضحه كل العالم، انتم بتعرفوني انا حدا كارت سورتابل، ما كان معربش على عمود الكهرباء واحترق، ولا كان بعرسال عم بحارب، ولا هربان بالبحر وغرق. انا بعرف كل شيء له علاقه بالطرقات، بيكون وزير اشغال صح؟ انه خي راح اشغل شقه، هلا حضرته يمكن هو ما عارف، في حدا مسؤول، في متعهد، مين؟ بقى اكيد بعتذر منه لمعالي الوزير اذا ما له علاقه، بس اكيد بطلب منه يعمل شغله للاخر ويشوف مين كان له علاقه لنختمها بجورج. مش هيك؟ ولا عبالكم ولادكم كمان عيسيفسون هيك؟ راح على دنيا احلى من هالدنيا، الله طلبه، بدنا نكون مؤمنين بانه الله بيعطي والله بياخذ، وهن بيسبقونا ونحن بنرجع بنلحقهم. هي حبيبتي عريس السما. عريس السما. شو بدي اقول؟ يا ريت اعرف شو اقول. يا ريت في بس تعملوا لنا قبره لهيدا الوجع بس يخف شوي. قلت امبارح كفايه اللي بدي اقوله، دوله فساد منتشر فيها كلها، وقله المحاسب هي اللي عم تخلي الناس يموتوا، عم بخلي خيره شباب العالم ولاد العالم تموت. بس هذا الموضوع لازم ما يقطع من دون حساب، بده يتحاسب حدا لتبلش العالم. صار انفجار بيروت ماتت العالم ما حدا تحاسب، وهلا العالم عم تموت على الطرقات ما حدا عم يتحاسب. العالم بدها تقرر بقى، يا بدها تضل عايشه هيك ومدعوسه على رقبتها وعم يموت اولادها وتتفرج عليهم، يا بده يتحركوا بقى. نحن رح نتحرك. شو اللي بيعزيكم؟ ما في شيء بعزي، ما في شيء بعزي. يعني اللي بعزيك شوي بتشوفي هالعالم والمحبه اللي الناس اللي راكده من قلبها لجورج. يعني انا بعرف شو عم بحكي اليوم وامبارح وقولت امبارح، بس الغالي راح خلص.